تهدأ ثم تشتعل. هذا هو حال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن شعار أمريكا أولا الذي دائما ما ينادي به ترامب حول مسار الحرب الباردة بين البلدين إلى مرحلة أكثر تعقيدا وتوترا خلال اليومين الماضيين، وهو ما كان له انعكاس مباشر على الأسواق العالمية. نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا كريم أنور، المحلل الاقتصادي في ATL Live للتداول في الأسواق العالمية. مساء الخير كريم، وبداية كيف تقيم الوضع حاليا ما بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد إغلاق القنصليات وتصاعد الاتهامات المتبادلة بالتجسس في تكنولوجيا المعلومات؟ تمام، طبعا برحب بيكي في البداية وبرحب بأسرة البرنامج جميعا والمشاهدين الكرام. خلينا فعليا لو انت حابه تعرفي تقييمي للوضع الحالي طبعا في اللي بيحصل ما بين الولايات المتحده والصين، خاصه بعد اغلاق القنصليات. خلينا نبدا الموضوع يمكن من سنه فاتت لما بدات الصين فعليا تطور تكنولوجيا الجيل الخامس. خلينا نقول ان فعليا الصين يمكن اثبتت تقدم كبير جدا في الموضوع ده في صناعه تكنولوجيا الجيل الخامس وتطويرها كمان وتسويقها للعالم بشكل كويس. خلينا نقول ان بعد كده بدات فعليا انه امريكا بدات انها تقوم بفرض عقوبات تجاريه، فهنلاقي ان الصين بدات ترد رد مماثل على الحدث ده. هنيجي بعديها هنلاقي حدث اخر فعليا بفيروس كورونا، ونلاقي ان في حرب كلاميه يمكن تمت من الاداره الامريكيه وتحميل الصين مسؤوليه انتشاره في العالم او عدم الكشف المبكر طبعا عن الحالات بشكل عام. طيب هنيجي بعد كده هنبدا برضه نبص وهنلاقي ان في اخر خطاب يمكن تعليقا لترامب يمكن على الجزئيه دي، وقال كلمة يمكن اعتبرتها الإدارة الصينية نوع من أنواع التنمر، وهي أنفلونزا كونغ. تمام؟ خلينا من هنا هنبدأ نقول فعليا إنه كان في من خلال الصين رد وقالت إن هي مش حابة حاجة زي كده أو مش حابة النوع ده من التنمر، وهتبدأ إنها ترد بطريقة ممثلة. هنيجي بعد كده هنلاقي فعليا إن الصين كمان استغلت بناء على الإدعاء الأمريكي إن هي خلال فترة كورونا سنت تشريعات جديدة هونج كونج يمكن اثارت غضب المجتمع الدولي، بالاضافه طبعا للنزاع المزعوم في البحر الجنوبي الصيني بعد وصف الاداره الامريكيه دي. هنيجي من هنا نتكلم عن الحته اللي بتساليني عليها دينا، وهي اقتحام القنصليات، ودي انا شايفها من وجهه نظري فعليا حاجه في ورطه الدبلوماسيه يمكن مستحيل انها تحصل، وتعتبر تعدي كبير طبعا بناء على اتفاقيات كتير جدا منها اتفاقيه فيينا واتفاقيه القنصليه الصينيه الامريكيه. تمام؟ خليني اقول لك ان هي كمان ده بناء على الاتفاقيات دي بتعتبر بنايات صينيه تابعه للحكومه الصينيه كمان. فده زي ما قلت لك تعدي كبير جدا. الوضع الحالي بيقول فعليا يمكن اللي بيحصل ما بين الدولتين او كل خطوه بيخطوها الدولتين الاثنين وضربه بعد ضربه، او ده يبدا ان هو يعمل حاجه وده يرد عليها برد المماثل، يمكن الصين كمان بترد ردود الى حد ما اقل حده شويه من اللي بيحصل من خلال امريكا. فده انا شايف ان هو هيبدا يقودنا فعليا او هيبدا يقود الدولتين فعليا لحته اللا عوده، لمرحله اللا عوده فعليا. يمكن ده اتقال تقرير من رويترز يمكن من يومين برضو ان الوضع هياخدنا او هياخد الدولتين لطريق مسدود. خليني اقول او انا شايف من وجهه نظري برضو ده تحليل اخر، ده يمكن يكون بسبب الانتخابات طبعا اللي بيحاول ترامب يعمل فيها تأييد شعبي كبير لمساعدته فيها، خصوصا ان القرارات اللي بيصدرها ترامب هي مؤيده من الحزبين، يمكن الحزب ده والحزب المنافس ليه كمان. نعم. خلينا نرجع للصين يا دينا، والصين يمكن زي ما قلت لك بترد بشكل مماثل على كل حاجه بس باقل حده، بياكد انه مش هيستسلم او عايز يورينا من ده انه مش هيستسلم طبعا للاسلوب الاستفزازي اللي بيحصل من خلال الجهه الامريكيه، وانهم مستمرين فعليا في المرحله الاولى من الهدنه التجاريه اللي تم الاتفاق عليها. فهماني؟ مفهوم. لكن إذا تحدثنا عن موقف الصين، الصين جددت تعهدها بحماية مصالح شركاتها من الحكومة الأمريكية، ما هي التحركات المتوقعة تجاه الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة والعكس أيضا؟ طيب خليني أقول لك إن في الحتة دي إن هي تحمي مصالح شركاتها أو الكلام ده كله، خلينا نقول ان امريكا فعليا عندها قانون جسد اللي هو القانون اللي بيتيح لامريكا فعليا فرض القيود على اشخاص او مؤسسات او بنوك او هيئات او دول حتى، بفرض عقوبات على اي حد بيتعامل معاها في اي حته في العالم. الفكره ان الصين فعلا ممكن مثلا تلجا لاوروبا نظرا للتوترات اللي بين اوروبا وامريكا بانها تسوق لمنتجاتها كمثال، او نقل مصالحها مثلا. بس انا شايف من وجهه نظري ان الصين فعليا مش هتكون جاده بشكل كبير
الشركات بتاعتها من الحكومه الامريكيه، ولكن هي ممكن يكون عندها محاولات للحفاظ عليها او يعني للحفاظ عليها، وامريكا هتكون برضه حذره مع فرض رسوم او قيود على كل الشركات، لانه متوقع يكون في رد مماثل لفرض غرامات او قيود، خصوصا ان في شركات طبعا كبيره امريكيه مصانعها في الصين، فما اعتقدش طبعا انه يكون في تعهد كامل بفرض عقوبات او حمايه من الجانب الصيني، ولكن هي هتكون محاولات تقليل التوتر على الافراد والشركات. طيب بعد توقيع ترامب لقانون يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين، ما هي البدائل المطروحة؟ وهل يمكن أن تكون أوروبا مرة أخرى هي الملاذ، علما بأنه السوق الأمريكي طبعا لا يقارن بالسوق الأوروبية من حيث الحجم وأيضا يعني اعتياده على العلاقات مع الصين؟ تمام. يمكن في النقطة دي أنا يمكن بشوف قبل ما نتكلم على حتة أوروبا، بشوف إن الصين فعليا في الوقت الحالي أو من وقت فات شوية صغيرين عندها تطلعات كثيرة جدا، زي مثلا اتفاقية البريكس، وكانت من أهم تلميحاتها في الاتفاقية دي بتقليل الهيمنة على الدولار الأمريكي، ويمكن توحيد عملة للتجارة الداخلية بينهم كدول مع بعض. ولكن في توسعات في الجانب ده، ومع إغراء كمان بعض الدول لدخول الاتفاقية دي، غير كمان إنه الدول دي حيث بتجعلها فعليا تملك من الموارد ما يكفي انها تكون قادره على صناعه قرار زي ده. ده غير تحركاتها كمان في الطريق الحرير، يمكن سمعنا عنه كلنا، اللي هيغطي التجاره ما بين افريقيا واسيا واوروبا، واللي يخليها فعليا تقدر تغزو العالم تجاريا. فلو امريكا بتضعف النفوذ الصين، فالصين بتحاول فعليا خلق اسواق ومجالات في دول العالم يديد. أحب أن أسألك عن تأثيرات هذا الصراع على أسواق مهمة جدا، أسواق النفط وأيضا أسواق الذهب، كيف يمكن أن تنعكس على أسعار هذه المواد؟ طيب لو بتسأليني على النفط والذهب مبدئيا، خلينا نبدأ بالنفط، وخلينا نقول أن النفط فعليا في قوة او في كفه يمكن اقوى من كل النزاعات اللي بتحصل ما بين امريكا والصين دلوقتي، هتكون هو خفض الانتاج اللي بتقوده طبعا اوبك، تمام، اللي الزمت السعوديه وروسيا بتخفيض الانتاج علشان يقدروا يعملوا توازن في الاسعار في السوق. خلافات امريكا والصين انا مش شايفها فعليا من العوامل المؤثره بشكل كبير على النفط، خاصه لان الصين يمكن بدات فتح الاقتصاد بشكل كويس جدا، والصين طبعا من اكبر مستوردين البترول، خاصه كمان ان القرارات اللي اتخذتها امريكا للمحافظه على سعر النفط الصخري بزياده توافق المخزون في الاسواق دي، ده ساعد على حاجه زي كده، وابتدى البترول فعليا بعد كده يمشي على كونسبت العرض والطلب، او يمشي على طريقه العرض والطلب فعليا. ودلوقتي عشان كده اسعار يمكن لو لاحظنا هنلاقيها انها استقرت فوق منطقه ال 40. يمكن توقعاتي للبترول فعليا ان هو حتى لو هبط هيكون اقصى حاجه ممكن يهبط لها تكون عند سعر ال 37 للبرميل الواحد. فانا زي ما بقول لك انا مش شايف ان امريكا والصين فعليا يكون عليها تاثير لاسعار النفط، بل هيكون فيها تاثير فعليا على عملات الدولتين ويمكن على الذهب كمان. الذهب بالفعل يعني يقترب كثيرا من مستويات ال 2000 دولار للأونصة، في دراسات كثيرة بتتوقع أنه يعني يبقى أو حتى يتجاوز هذه المستويات بنهاية العام وبنهاية 2021. إلى أي مدى ستظل هذه التوترات ضاغطة على أسعار الذهب؟ طيب خلينا نقول فعليا أنه الذهب يدينا يمكن هو دلوقتي عدى سعر ال 1900، فده مبدئيا بياكد الاتجاه العام الصاعد، وتوقعي ليه فعلا بالنسبه للذهب دلوقتي انه يوصل لسعر ال 2000، بس خليني اقول لك برضو ان في نقاط مقاومه بالنسبه للذهب عند مناطق ال 1955 فعليا، دي محتاجين نعديها الاول ونوصل لل 1970. والله وصلنا لل 1970 هيكون في طبعا تاكيد ان هو ممكن يوصل لل 2000، مش لازم يكون في الايام اللي احنا فيها دي، ده بيحصل طبعا بناء على التوترات اللي زي ما انت بتقولي دلوقتي اللي بنشوفها يمكن ما بين الدولتين بالاخص. طبعا استمرار التوترات ما بين امريكا والصين ده بيعكس على الدولار اندكس، تمام، ولما الدولار اندكس طبعا بيبدا ان هو يتاثر بالسلب طبيعي، او يمكن دي علاقه احنا متعودين عليها من زمان جدا، ان سعر الذهب بيعلى. فطول ما في استمراريه في المشاكل ما بين امريكا والصين والنزاعات اللي موجوده طبعا، وطريقه اللي هو يعني انت هتعملي حاجه فانا هرد عليك، لا طبعا هيفضل سعر الذهب، انا هفضل شايف ارتفاع وهتوقع له بالارتفاع اكتر واكتر. نعم.
أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم أنور، المحلل الاقتصادي في AT Live للتداول في الأسواق العالمية.